لا تقولي لازم ارضيك يا ماما. انت شقيت علينا يا ماما، احنا عماله تضحي من بكل ما تملك، واحنا مش عارفين نديك اي حاجه يا ماما. كملي. مر بيا جدا، مر بيا، اتعب بيا والله، اتعب بيا. انا عايزه بس العداله تجيب لي الحق. تتوقع ان كان جوازها ينتهي ان هي تبقى؟ لا والله، يعمل فيها انت انها تبقى سعيده والله. انت بتقولي تعرف انه عمل فيها ايه؟ علشان قالوا لي، انا قلت انا بصراحه ما قدرتش اشوف الموضوع. قالوا لك ايه؟ قالوا لي ده هو الضابط المحترم جدا قال لي انت مؤيه الاب. قلت له قال لي المستلمه يا حاج. قلت له طب انا عايزه حق بنتي متوفيه. هو من غير ما اقول له قلت له بنتي توفت، انا حاسه يعني بنتي متوفيه. قال لي اه يا حاجه في القضايا، بس انا ما اقدرش اوريها. قلت له بيقولوا في البلد مقطعينش علينا بس مش عايزه تتجوز. قال لي ايه؟ ايه مخبوطه في دماغها يا حاجه، بقى لحد وروح خد بنتك. وطعنها كم طعنه؟ ما شفتش بقى في الحاجات. طب ايه هو صحيح خرج بره وطلع قال انا اكلتها مثلا او انا سمح او سمح من الجنب كمان؟ يعني مين هيعرف مين هيضرب نفسه في ظهره؟ سمعت ومقطع ولا في صوابعها ومسكها السكينه ومسكها السكينه كمان عشان هي اللي عملت في نفسها. يعني كان بيحاول قدر الاجرام اللي هو فيه ممسكها السكينه عشان يقولوا ايه اللي كان ده؟ مش معقول يكون ده بني ادم. الاصابات ايه؟ طعنها في ظهرها وضربها بقى لحد على دماغها من الظهر كمان. من الظهر يعني ضربه في الظهر دي يعني غدر هنا اهو كده، غدر في الوش كده. هي دي اللي قضت على الموت. وبعد كده بقى كسر لها سنه لما وقعت على الارض، سنتها انكسر يا جماعه. خلاص يعني عالم مستشار يعني. حاج اسماعيل انت حضرت تحقيقات النيابه وواقع ضبط المتهم، ايه اللي دار وايه اللي حصل لبنتكم؟ تحقيقات في التقرير اللي وصل قال لك ان هي مضروبه في المخ لآلة حادة يعتبر في الراب ماشي، وفيه سنه طايره من سنانها، وفي طعنات في الايه في الرقبه، وفي ثلاث صوابع طايرين يكاد يكونوا طايرين. ثلاث صوابع يا ساتر؟ ثلاث صوابع من ايديه. ليه كان ده كده معنى كده؟ واوتار اللي هنا اللي هي في دراعها ماشي، وفي خبطه في الجنب سكين وخبطه في الضهر. ده كده معنى كده ان هو يعني اتسلى عليها، قعد فتره زمنيه كبيره مثل بجسدها. ممكن يكون ضربها الخبطه الاولانيه في المخ دي دوختها. لا ماتت دي ماشي، هو بيعزل نفسه على عمل في الباقي ده كله. ما يعني بتقول يا فندم ان تقرير الطب الشرعي ياكد ان هي يا بين الطب الشرعي بعد 48 ساعه من الزواج ان هي بك ما زال ايه غشاء البقره موجود للسيد الاستاذ مدير النيابه. ما كملش 48 ساعه، ما كملش 48 ساعه الا غشاء المدير النيابه واحنا قاعدين الا ايه جاله التليفون قال له غشاء البقره ما زال موجود، ما زال بك ما انفضش. قال له ايه؟ غشاء البقارة مازال موجود ما انفضش. معنى كده يا ماما ان انت لما رحت لها ما رضتش تقول لك وحبت ان هي تستر الموقف. لو قعدت يعني بنت اصول بنت اي موقف. صدرته فعلا حاجات زي دي. معلش احنا كناس فلاحين، ما حصلش النهارده يحصل بكره، يحصل الاسبوع ده الاسبوع الجاي عادي. ما عندنا ما نهددش احنا. معلش هي مقاوله، ده جواز على سنه الله ورسوله كبني ادمين على سنه الله ورسوله عادي، ما فيهاش اي مشاكل. يعني حافظت على سر بيتها برضه؟ ما فيش اي مشاكل. امها اما راحت قالت لها الحمد لله، ما قالتش حاجه. الحمد لله الحمد لله بس الحمد لله يا ماما عليمه. يعني شايف المتهم غليظ القلب قوي ان هو يقعد. استغفر الله العظيم، انا مش عارف بجد والله، انا مش عارف ايه اللي حصل ده. ما فيش حد النهارده كان انا في حلم والله العظيم في كابوس، وصحيت منه مش مصدق ولا حاجه من الحاجات اللي حصلت.